يا سلام عليكم، يعني فاجئوا بحاجة حلوة. الرجل الذي انتظر بطولة وتوقع بطولة، شكرا للاعبي فريق الشاطئ على هذه البادرة الرائعة والجميلة. محمد الغامدي يكرم من أبناء فريق الشاطئ، قدموا نفسهم بصورة نادي الفيصلية، الأستاذ سلمان الفضلي. وبعده أستاذ فكل له يهني أستاذ حمادي. كصور لهم رائعة أن يظهروا حتى بهذا المقدار من الوعي، بهذا المقدار من التجانس الفكري المعطاء حقيقة نحو رجال خدموا فريق باسم فريق شاطئ النصر. مفاجآتكم حلوة اليوم يا لاعبي شاطئ النصر، لرجال شاطئ النصر شكرا لكم على هذه البادرة، شكرا لكم كذلك على هذه الوقفة. وكذلك الأستاذ خالد الحارثي للأستاذ محمد الغامدي. يكرم قناة خالد بازيدان، من قناة بازيدان إلى الأستاذ محمد الغامدي، تكريم من قناة بازيدان إلى الأستاذ محمد الغامدي. شكرا لقناة بازيدان على دوري الفعال في الوقت الحالي في ترتيب كافة البطولات على مستوى المنطقة. وكذلك للجنة المنظمة، الآن يتواجد ثلاثي اللجنة المنظمة، الأستاذ حمادي الهيبي والأستاذ فهد الزهراني أبو تركي، يتوسطهم منظم البطولة الأستاذ محمد الغامدي. وشكرا الكابتن ماجد فضة يسلمها نيابة عن الكابتن عبد الكريم الأوساوي. جائزة أفضل قائد، هذه الجائزة تعتبر مستحدثة في ملاعب الكرة، ولكن معادي الشيخ حقيقة هذا اللاعب يحتاج إلى تكريم خاص لما يتمتع به من أخلاق. لاعب ليس له صوت، صوته بين أقدامه عندما يلعب الكرة، لاعب فريق أكاديمية نور ولاعب فريق السعادة، أن يتواجد في مثل هذه الأماكن. أفضل حارس في الدوري التمهيدي حصل عليه حارس مرمى فريق الكف الأخضر سليمان مي الخاصة هدايا. أفضل معلق في الدوري التمهيدي حصل على هذا اللقب المعلق الشاب والمتميز عبد القادر برناوي، فليتفضل عبد القادر حصولي على لقب أفضل معلق تمهيدي. إذا أديدا موجود، قال أنا بأخذ جائزتي بيدي، ما أوكل أحد نيابة عني، أيضا يأخذ صورة مع الضيوف، ضيوف الشرف في مقصورة الضيوف. الآن ديدا حارس مرمى الكف الأخضر ما شاء الله عليه، أعطى نقلة إعلامية إيجابية طيلة أيام هذه البطولة وتواجد فيها، معاناة يقول كبيرة في التنقلات، ولكن حرص على السمعة وقيمة البطولة. يتواجد كل يوم الكابتن عبد الرحمن. تكريم للكابتن مصطفى حجر منظم حفل ختام هذه البطولة الذي بدأ بصورة رائعة والذي يخطو خطوات ربما تعتبر حديثة ولكنها رائعة في تنظيم افتتاح وبطولات أرقى، افتتاح وختام أرقى البطولات في مكة المكرمة، مدرب فريق المستقبل ومدرب أيضا وعضو الشبكة الإعلامية سابقا. تكريم للكابتن حسين خميس، تكريم حسين خميس وقفة وفاء، وقفة وفاء، وقفة وفاء من اللجنة المنظمة. شكرا. تكريم لأقدم مشجعي الكرة في مكة المكرمة، وهو مشجع نادي الوحدة الأقدم
العم في حقه لما يقدمه تواجده في الرياضة بشكل مستمر يعتبر كافي حقيقة. هذا الرجل العم عوض. شكرا للأستاذ محمد الغامري على هذه البادئة. الكابتن موسى برناوي، الكابتن عبد الله، عبد الله برناوي فلاته قال كلها تركب. عبد الله برناوي، الكابتن أبكر برناوي، بس بالله جيبوا لي جائزة أبكر بيني وبينه حساب. لا وقته. الكابتن أيوب، الكابتن عابد الطارقي، تكريم خاص أيضا للكابتن عبد اللطيف حنو والذي قدم بادرة تقديم جائزة أفضل لاعب في هذه البطولة. عبد اللطيف الكحلي. أحمد الكعكي دحين ولا بعد المباراة؟ لا بعد المباراة. إذن نشكر